طيب دي كانت درجات الحرارة، لكن مهم كمان نطمن على الطقس بالتفاصيل. دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، معنا على التليفون. دكتور منار بونجور على حضرتك. اهلا بيكي استاذ نهاد استاذ كريم، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، ودايما بنحب نتاكد عن التفاصيل وحاله الطقس كمان في الايام اللي جايه. عارفين الفتره دي تحديدا الكلام فيها بيبقى كتير، اللي يقول لك هيبقى في مطره شديده، اللي يقول ارتفاع في درجات الحراره على السوشيال ميديا، فبنحب ان احنا نتاكد من اصحاب المصدر. اتفضلي يا دكتور. احنا طبعا خلال هذه الايام بنشهد حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه، ملاحظين زياده فترات سطوع اشعه الشمس والارتفاع الطفيف في درجات الحراره، هي تعتبر طبعا اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام بحوالي درجه لدرجتين. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين ال 24 وال 23 درجه مئويه خلال فتره النهار، يمكن المناطق كمان الساحليه تعتبر في نفس متوسطات درجات الحراره، المناطق الجنوبيه درجات حرارتها طبعا بتكون اعلى. الاجواء فترات النهار يعني بنحس بيها بالاجواء المعتدله والدافئه فترات النهار، لكن مع الغياب التام لاشعه الشمس ودخول فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، الاجواء بتكون اجواء بارده على كافه انحاء الجمهوريه، خاصه زي ما قلنا في ساعات الليل المتاخره، فرق بين فتره النهار وفتره الليل بيوصل احيانا ل 10 و12 درجه مئويه، فاحنا هنا هنحذر ان احنا مش عاوزين ننخدع بفترات الدفء فترات النهار ونغير نوعيه الملابس بشكل كبير، لان مع الغياب اشعه الشمس بتبدا درجات الحراره تنخفض بشكل كبير وملحوظ. ثاني حاجه طبعا مع الاستقرار في الاحوال الجويه بتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير هو طبعا تكون الشبوره المائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. فهننصح كل قائد المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور اثناء تكون الشبوره المائيه، بالاضافه كمان ان احنا فرص الامطار خلال هذا الاسبوع هتنحصر في بعض المناطق الساحليه، يعني احنا اليوم متوقع الامطار تكون على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه، فرص امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، نسبه الحدوث كمان لا تتجاوز 30%. غدا الثلاثاء قد تمتد لبعض المناطق الداخليه من محافظات الوجه البحري، قد تصل ايضا لبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكن زي ما قلنا هي امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. ممكن كمان ما نلاحظ في وجود الامطار بشكل كبير لانها تبقى على مناطق معينه فقط، وده مكمل معانا ان شاء الله لنهايه هذا الاسبوع. استقرار في الاحوال الجويه وأشعة الشمس خلال فترات النهار، ومفيش إن شاء الله أي قلق من الطقس خلال هذا. رائع جدا، مهمة كمان الفترة دي ان الواحد يلاقي فيه استقرار في درجات الحرارة، لان مش كل سنة كده على كل حال. مشكورة جدا دكتور منار غانم.